أول شيء اليوم موضوع دورة الاقتصاد، شو رجع صار عندكم بالجامعة؟ وبوقتها هيدا كان عنوان الحملات الكبيرة، يعني هيدي كان لب المشكل ولب الصراع بين النوادي وإدارات الجامعات، وأيضا كان في اختلاف مقارنته مع الأحزاب. فبهالموضوع تحديدا شو صار عندكم بالجامعة؟ واليوم هل بعده هيدا الموضوع الأهم، ولا اليوم عم تخوضوا الانتخابات تحت عناوين أخرى؟ كمان قصة السلطات عنا بالجامعة، أول شيء بس خلينا أحكي عن عدد الطلاب اللي هو الشعار اللي مثل ما خبرت إنه حكينه من أول المعركة. عدد الطلاب انتهى ب 2016 مش هلا. وب 2016 كنا نحكي ثلاث بنود أساسيين، يعني هن إنه ما لازم يكون الأصول بالدولار، لازم الطلاب يشاركوا بالقرار اللي بيتاخد بالجامعة، وثالث نقطة كانت بخصوص الجامعة اللبنانية، وإنه لازم يصير في انتخابات بالجامعة اللبنانية ويصير في حياة طلابية بالجامعة اللبنانية. من 2016 نحن كنا عاملين أنتيسيباسيون اللي حيصير، وكنا كطلاب شايفين إنه حتتأزم الأمور وحنوصل لمطرح، ونحن كطلاب حيصير التعليم بالنسبة لإلنا إذا في سمير بيعطوا ريوكس، يعني إنه مش الكل قادرين يفوتوا على الجامعات ويدرسوا. فنحن بعد الطلاب مشينا فيه لدرساز وبعدنا لهلا نحكي فيه، بس اللي تغير هيدا السنة إنه عم نشتغل كنوادي علمية إنه هيدا العقد يصير قانون. أول شيء مشروع قانون بيرجع قانون تيكون معنا مع كل الجامعات تنحفظ حق الطالب، وأنا بعتقد إنه العقد الطلابي كمان بيحفظ حق الجامعة، يعني اليوم لا الطالب عم يتضرر ولا الجامعة عم تتضرر. بخصوص شو الوضع هلا عنا بالجامعة، نحن الجامعة الوحيدة ما بعرف إذا بتعرفوا إنه هي بي ال اي يو اجي سيستر يونيفرسيتيز، يعني اليوم إذا اي يو بي بتطلع بالقرار بيمشي فيها الجامعتين الباقيين أو فيس فيرسا. سو مثل ما شفنا إنه ال اي يو اي يو بي القصة صار دولاريزي كومبليتمون، اليوم بي اجي سي با لو كا، اليوم بي اجي نحن عنا بارتي كتير بارتي صغيرة من الأصل بالدولار بدل ما في بارتي باللبناني، وهيدا كله أنا بعتقد من وراء حراك الطلاب بالجامعة عنا، لأن اليوم الأحزاب كمان نسلوا وقتها طلعوا بالقرار عنا بالجامعة إنه القرار الجامعة مرفوض ونحن ما بنقبل دولة الأقساط حتى لو جزئية وما بعرف شو، بس اليوم ما شفنا حدا نزل على الأرض وتظاهر قدام الجامعة وعلى صوته وطالب غير النادي العلماني والكنيسة اللي أيدوا النادي العلماني بهذا القرار. فاليوم نحن نزلنا وقدرنا نقابل قدرنا نقف قدام إدارة الجامعة ونزلوا لعنا وحكيونا وطلبنا منهم إنه يرجعوا يعيدوا بالنظر بكل القرارات اللي أخذوها، خاصة إنه حابة أذكر إنه نحن هذيك السنة كان عنا الأكثرية بمجلس الطلاب عنا بالجامعة، كانت الأكثرية من الطالب، واليوم نحن من مجلس الطلاب رفضنا هذا القرار، وانبعت ميل وقتها إنه الطلاب ما رفضوا، وهذا كمان كان جزء من قلة الشفافية اللي كانت موجودة بين إدارة الجامعة والكنيسة، اللي نحن كمان هالسنة هو شعار كثير مهم حاملينه بإيدنا، إنه اليوم إذا في مجلس طلابي ما فينا نكون في قلة شفافية مع الكنيس عشان بيصير بهذا المجلس، لأنه اليوم الكنيسة بدون صوته سنين اللي بعده ما فينا نكون ما عم نوصل الصورة مثل ما هي، وأصلا ما في شيء بيضل مخبل على اليوم بيخطب بوزيسيون السكرتير اللي بيكتب الكونترونجو تبع المساي هو تلميذ، فكل شيء بيرجع ببين بالآخر، بس اليوم الشفافية هو كمان شيء كثير أساسي نكون حاملينه بإيدنا كرمال يكون عم نحارب كل شيء معقول يطلع من الجامعة بيضر مصلحة الطلاب إذا قرروا يعني شيء يضرنا. يعني أنا اليوم عم بعطي شيء كثير مهم للتلميذ، هو first of all عقد الطلاب اللي حكيت عنه ألما، وبين إنه السكيلر كلاب مش بس بيحكي ليحكي، نزلنا وتظاهرنا قدام الريكتورة كرمال وقتها، مش كرمال بس القصة، كرمال 250 دولار زدوها على القصة، يعني تخيلوا قديه صغير المونتون بالنسبة للجامعات البقية، ونزلنا تظاهرنا كيف إذا بدهم يغلوا تصير القصة. فنحن اليوم عم نعطيهم هيدا الريشورنس إذا بدكم، إنه أنتوا رح تبقوا عم تتعلموا بالجامعة، ما رح تفلوا من وراء قصد. تاني شيء عم نعطيهم هي the freedom of speech.
the freedom يعني the way they think, they act. يعني هون نحن عم نخليهم يعملوا اللي بدهم اياه لانه تحسوا حالهم included بهالجامعة. ما يحسوا انه انا ما هيدا الامريكان من هيدا الحزب يعني من هيدا الطائفة يعني انا ما في اعمل شيء او ما في اطلب منهم شيء. لا هون نحن we are pluralist. نحن ما منفرق بالطوائف, ما منفرق بالمعرف بالناشناليتي بولا شيء بالسكشواليتي حتى. يعني نحن we are trying قد ما فينا to create that safe environment للتلاميذ كمان ما يحسوا حالهم جايين بس يتعلموا ويفلوا. لا you are here to create هيك علاقات بين التلاميذ و يعني نعطيهم ميز جيدة هو انه they know أن صوتهم will be heard. لأنه نحن knowing أنه السكولر كلاب هو من أكبر كلاب actually باليو أجي يعني عنا أكبر representation بالمونسي دي ستوديان so معروف أنه صوتهم رح يوصل. أنا كتير ما أصب بالطوالة السياسية وكتير لقيها شغلة مهمة. أنا عندي مشروع للسنة اسمه ميدو Alternatives طرف على المدينة, وين بدل ما كل الجامعة تعرف هون كم حزب موجودين بالسلطة ما بيعرفوا اللي هون كان خمسة قوات طيار حزب بيطلعوا منهم ستة سبعة كلهم ما بيعرفوا انه في غير احزاب في غير عالم مستقلة عالم عم تشتغل بديل جدي وموجود عم يشتغل للدولة وعم بيقدم قصص اهم واكبر بكتير من هون كان حزب. انا عم بقدم للطالب السنة انه يتعرف على هذا البديل على كل نونسنس بتلاقي مش موحدين وما بعرف لا اي مطرح يضل له هيك يتعرفوا عليهم كلهم يتعرفوا عليهم بعيون يسمعون وما يسمعون شو غير احزاب بيحكوا بيقولوا عنهم يتعرفوا هن عليهم. فانا هذا مشروع السنه. الهجره هي اوبشن دائما وارد ولا خيارك اليوم انه بعد ما تخلص الجامعه تكوني عم تضلي بالبلد او شو؟ انا صراحه لهلا الهجره منا اوبشن قدامي. أنا هلا آخر سنة جامعة وحتخرج وما عم فكر في لأنه مش لأنه بعد عندي أمل بلبنان. اليوم بطلت قصة أمل, حصلت أكثر قصة مسؤولية. اليوم أنا عندي مسؤولية تجاه بلدي, مسؤولية تجاه شيء اللي بلشته بالجامعة وكيف حكمته برا. بطلت قصة أمل. كمان الانترودكشن اللي بلشتها بالسؤال كنا كمان قاعدين بطالب وعم نفكر انه قديه خسرنا هيومن ريسورسز كانوا يشتغلوا بطالب عالم كتير عطوا للمضمون تركوا الجامعة وهاجروا لبرا يكملوا العلم تبعهم او عالم اسست المضمون بطلت موجوده ممكن نكون عم نرجع نقرا كمان نصايح كمان حيالها شيء نسيبها انا بعطيكم صراحه يعني ومثل ما بلشت وقلت قبل شوي انه نحن الريسورسز الوحيده اللي عندنا اياها كحلاق طلابي هو نحن الطلاب فحتى نحن عم نخسرها. فعن جد بس بدي اقول شغله انه الاحزاب التقليديه ما تركت لنا شيء غير بس نحن وطاقتنا لنا وحتى هيدي عم تشتغل عم نخسرها. نور سؤال ثاني بس انه باقي بعد تخرجي ولا لا؟ اوكي انا بتصور خلقت وقلت لاهلي انه انا باقي بهالبلد وماني هزه. ف انا امي اليوم عم تشتغل برا كرمال تدفع لي جمعتي. اوكي يعني ما تركوا لنا حتى عيالنا فكفكوا لنا عليهم. اليوم مثل ما قلت انا هي مسؤوليه انه نبقى بهيدا البلد. لانه نحن بكره اذا كل الشباب فلوا رح يكون في ديكالاج منه طبيعي بين كثير صغار وبين the elder people. ما رح يكون في طاقه حيموت البلد لانه النبض هو الشباب. واذا نحن ما بقينا ما بطل في نبض انطفى ديجا مطفي لما في كهرباء بس انه هلا بفهم انه كل يعني كل شخص عم ينبش على مستقبله. بس انا بالنسبه لي اذا مستقبلي ما كان هون وما براعت بمستقبلي هون ما بكون I didn't achieve anything. ف انا هون كمان مش بس
مش بس كمان البلد بس كمان أول شيء رجع أمي لهون، يعني حتى حصن البلد وترجع أمي لهون، ترجع كل القرايبين اللي فلوا وأصحابي وكل العيال اللي تفكفكوا لازم يرجعوا لبعض. أنا كان عندي الفرصة قبل 3 مرات وبعد ما فلت أنا بطل عندي شيء هون، أختي صارت برا، 3 أربع رفقاتي برا، كل كلاب الأمانة صار برا من لقدام وبيعرفون من رولا لنازم كلهم صاروا برا، بطل عندي شيء هون يعني غير رفقاتي اللي بالجامعة وكم رفقة مش قادرين يفلوا. كمان نبقى هي مسؤولية ونبقى إذا عن جد إذا نحن ما بقينا إنه مين بقى؟ نحن عم نبقى بس إنه العالم كله عم بتفل، المهندسين عم بتفل، الحكم عم بتفل، المحاميين عم بتفل، كل عم بيفل، ما بقى حدا، ما تركوا شخص واحد فهمان تركوهم عم بيفلوا الكل، وأنا بلوم الدولة على هذا الشيء لو ابتدي بس كنت تقدم أكتر للطالب وللشباب بيقدروا يبقوا بهالبلد. بس شو بدنا نعمل؟ أنا لهلا صامدون. طبيعة النضال اليوم بالجامعة اللبنانية هل عم تتابعوا هذا الشيء؟ شو مستقبل النضال الطلاب بالجامعة اللبنانية؟ اليوم الجامعة اللبنانية ونضال الجامعة اللبنانية هو نضال كل شاب وصبية بلبنان، لأنه اليوم نحن وملجأنا كان الجامعات الخاصة، هو لأنه شفنا أنه في شوية صعوبة بالجامعة اللبنانية، والجامعة اللبنانية لازم تكون الأوبشن الأولى لكل التلاميذ خاصة بالأزمة اللي نحن فيها هلا. يعني اليوم ليش ما نكون عم نخوض هذه المعركة مع الجامعات الخاصة؟ أنه لا، ما تعملوا القصص بالضرر، لأنه ما عندنا الأوبشن تبع الجامعة اللبنانية. فأكيد اليوم نضال طلاب الجامعة اللبنانية، وأنا عندي كثير رفقة بالجامعة اللبنانية وشوف صراحة الديلي ستروجلز، اليوم نضال هو نضالنا، ونحن أكيد مع تواصل دائم مع الحركات اللي عم بتصير بالجامعة اللبنانية والطلاب اللي بدون يحسنوا بوضع الجامعة. وما بعرف إذا عم تتابعوا صفحات النادي العلماني تبع الجامعة اليسوعية، عم نضل ننزل قد ما فينا قصص تدعم الشباب والصبايا الموجودين بالجامعة اللبنانية، وعم نجرب قد ما فينا كمان نكون موجودين معهم على الأرض. وبعتقد العقد الطلابي هو كمان شيء بيحفظ حقوقهم كطلاب، بحق لهم يكون عندهم حياة سياسية بالجامعة، وبحق لهم أكيد كمان يكونوا عم يستفيدوا من كل الشيء نحن عم نستفيد منها بالجامعات الخاصة. نحن محضرين كمان نكون عم نخوض هذه المعركة صراحة، يعني أكيد المعركة أصعب، بس اليوم نحن بنعرف إنه والتلاميذ بيعرفوا إنه اليوم لائحة الطالب هي اللائحة الوحيدة الألترناتيف لكل شيء في أحزاب تقليدية طائفية عندنا بالجامعة، لأنه نحن اليوم ما في ولا حزب تأكيدا بيحمل شعاراتنا يلي هن العلمانية، الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية، اليوم ما في ولا حزب بيحملهم. فاليوم الطلاب كلهم من ورا 17 تشرين ومن بعد مثل ما قالت نور، لأنه صارت ثورة ثقافية، صار في شوي وعي على هدول المبادئ، وصار بنمشي عليهم عند الأحزاب التقليدية ويشوفوا إنه مش موجودين. فأكيد هيدا كريس لإلنا، بس اليوم أكيد ما فينا ننسى إنه طريقة الشغل اللي بيشتغلوا فيها الأحزاب طريقة شوي هيك مستفزة فينا نقول، وكمان يعني ريسورسز تبعهم كثير أكبر من ريسورسز موفمون طلابي، بلش من الطلاب ونبع للطلاب، زيرو ريسورسز، ما في شيء لا فاينانشال لا لوجيستكس. يعني اليوم نحن بس الرسوس اللي عنا هي بس الرسوس كمان، يعني هي نحن الطلاب اللي عم نجرب نخوض هذه المعركة. فإيه اليوم تنواجه هدول الأحزاب سلاحنا يمكن الوحيد اللي معنا إياه من مبادئنا اللي مش موجودة عند ولا أي حزب تقليدي طائفة. بالنسبة لكم شو كانت الثغرات أو الأخطاء اللي فيكم يلي لاحظتوها اللي فيكم تتعلموا منها لبعدين، وبنفس الوقت تكون مثل lessons learned لجامعات أخرى هن عم يشتغلوا سياسة جوا الجامعة؟ وتاني سؤال، كيف توقعاتكم للنتائج؟ هل عندكم تطلعات لكيف ممكن تكون نتائج بحسب أي مدارس بحسب أي faculties إنه قدرتوا تعملوا هيدا vision للنتائج؟ فرص أخطاء عملناها اللي نتعلم منها لبعدين، بلكي أخطاء ما عملنا هالقد أخطاء، بلكي قلة تنظيم،
نرجع نضبط التنظيم لبعدين، نرجع نحط هيراشي معينة منظمة أكتر. هذا لسنين البعض، بس ككل لا، لقيت إنه اشتغلنا صح واشتغلنا مظبوط السنة. المشكلة إنه اللي بوجنا قوي، اللي بوجنا صار أقوى من وراء الانتخابات النيابية، أخذوا بوش كتير كبير. يعني نحن عنا بالوزير كنا عم نربح كاس حسن سنتين، هلأ صاروا وعي الأحزاب، صار بدهم يخوضوا معركة. هن اللي قوي مش نحن اللي ضعفنا، ونحن بعضنا عم نقوى. بالنسبة للسيونس بوليتيك أبدا ما عندي مشكلة، لأنه في وعي كافي إذا بدك. لأنه أنا كان عنا رالي وكان في الكلاب طلبوا منا أن نكون أخذين ستانز، فكنا قاعدين أنا وألما وحدا تالت من طالب من السكولر كمان، وقطعوا عالم عم بيسألونا أنه أنتو خاصكم بطالب، قلناهم إيه، قال أنه يين أنا ما بتدخل سياسة. يعني هون نحن حسينا أنه في مشكلة خطاب، في مشكلة تعاطي مع العالم. يعني العالم يعني بالفاكولتيات اللي ما خصهم بالسياسة أو ما خصهم بالدروة عم بيضيعوا شوي بمفهوم السياسة. يعني صاروا بيفكروا السياسة أحزاب، لا، ما خص الأحزاب، ما خصنا بالأحزاب. اليوم نحن عنا خطاب تاني، اليوم أنت بس تحكي بالدوادي الفان تكون عم تحكي سياسة، بس تحكي بمشكلة اقتصادية تكون عم تحكي سياسة، وين ما رحت عم تحكي سياسة. يعني اليوم ما لازم نخاف من السياسة، وهذا اللي لازم نفجيه للتلاميذ، هيدا بالتنظيم تبعنا فينا نظبطه أكتر كرمال نوسع المطالب بكل شيء. السؤال الثاني اللي هو التوقعات والنتائج. أول شيء بعد ما أعلننا، بس اليوم حكون عم بعمل أول مرة، إنه نحن فزنا ب 41 سيت بالتزكية بالجامعة لهلا، هي خمس كليات وفي بعد عنا انتخابات بخمس كليات غيرهم. المعركة أكيد صعبة، لأنه مثل ما قال مارون إنه اليوم أحزاب رجعين عن جد بقوة. يعني كنا عم نسمع شعارات إلنا سنتين ما بنسمع، ما كنا نسترجل يقولوها، لأنه بتعرفوا إنه إذا قالوها الطلاب حيرجعوا يغضبوا على هالشيء. اليوم عم بيقولوهم وفي ضعيف، يعني من الجمهور إنه إيه جامعة بشير، يعني فإنه إيه حابة أذكر بس شغلة كثير مهمة، إنه إلها سنتين جامعة يسوعية، جامعة حرة قلع الطلاب، وحتضل جامعة حرة وقلع الطلاب لكل السنين الجاية. أنا السنة وصلنا على كامبوس طرابلس وقدرنا ننزل فيه لائحة طالب وربحناها بتزكية. صراحة بالنسبة لإلي إنه بقدر نوصل للمبادئ اللي نحن بنحملها على طرابلس هو إنجاز للطلاب، وببين قد إيه اليوم الشباب وين ما كان بلبنان واعيين على أهمية العملية الديمقراطية التجريبية والعملية الاجتماعية، وإنه هدول عن جد هن المبادئ يعني معقولة توصلنا لمطرح. ما في إلكم أكثر من إنه عن جد تعقلوا، و ثانك يو كثير على كل هالدفعة الأمل يلي أنا شخصيا كنت لامس الحاجة إلى اليوم، فـ ثانك يو و ذاتس إت. على زوم أول شيء بدي أعتذر منكم، ما في وقت للأسئلة مثل العادة، فشكرا إنكم كنتم موجودين معنا، ونشوفكم في جلسة ثانية الأسبوع الجاي.